بعد ما جيني أصدرت أغنية يو أند مي، كان في عدد كبير من المعجبين مقتنع تماما أنها إعادة تجديد العقد مع وكالة YG، ولكن تقريبا كده بشكل سري. فزي ما الكل عارف أن بلاك بينك انتهت من جولتهم العالمية في يوم 16 سبتمبر اللي فات، عشان كده المعجبين وحتى الميديا كانوا مستنين أي إعلان من وكالة YG. ورغم كل ده كان رد وكالة YG الوحيد أن المفاوضات مستمرة. وبعد كده في الشهر اللي فات كان فيه إشاعات كتيرة جدا وكلها كانت بتأكد تفكك المجموعة. مثلا قالوا أن ليسا هتروح لوكالة أمريكية، وأن جيني وجيسو قرروا إنشاء وكالتهم الفردية، وكمان قالوا أن روزي الوحيدة اللي ناوية تجدد العقد مع YG. ولكن الواقع اللي شفناه كان مختلف عن كده خالص. أول حاجة، من غير أي تلميحات جيني أصدرت أغنية يو أند مي، وكمان أكدت جيني بنفسها إنها شغالة على ألبومها الفردي الجاي، وده معناه حاجة واحدة بس، إنها فعلا عادت تجديد العقد مع YG، وكمان بدأت تشتغل على السولو كارير بتاعها، وده اللي خلى المعجبين تتأكد إنها قررت تفضل مع وكالة YG، بمعنى إنها مش هتتعب على تصوير أغنية يو أند مي وتدي الوكالة كل حقوق الأغنية وهي لسه مجددتش العقد. ورغم إن أغنية يو أند مي كانت مجرد هدية للمعجبين، بس تصويرها وجودتها ما كانوش أقل أبدا من أي MV عادي، وده معناه إن YG صرفت ميزانية مش قليلة على تصوير يو أند مي. وحتى بعد كده نشرت وكالة YG نسخة جاز من أغنية يو أند مي. طب انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان وكالة YG مش هتصرف كل التكاليف دي على فنان مش ناوي يجدد العقد معاهم. كمان YG مش هتوافق على ظهور جيني في برنامج ابارتمنت 44 وهي مش عارفة مستقبل البنت هيكون معاهم ولا لا. وطبعا كل ده يدل على ان جيني خلاص عادت تجديد العقد مع وكالة YG وبدأت تشتغل على رحلتها الجديدة. اما بقى بالنسبة لليسا وجيسو، فالموضوع ده بقى غامض جدا. اكتب لي في التعليقات رأيك انت ايه، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.